اليوم زرنا قناه الموصليه والتقينا بشيخ الاعلاميين الاستاذ غازي فيصل الذي له بصمه كبيره جدا في الموصل بوجود قناة الموصليه وكانوا من المقاتلين الاوائل منذ 2003 الى اليوم كل المشاكل التي كانت على الموصل كل التحديات التي كانت على الموصل كانوا لها بالمرصاد من التجاوزات الكبيره التي كانت على الموصل الى ان هناك جهات ارادت ان تقسم الموصل ومن ثم داعش اللعينه وكان لهم دور كبير جدا في عمليه القتال مع القطاعات الاماميه كانت الموصليه وايضا كان لهم دور كبير في كشف بعض الارهابيين او اغلب الارهابيين عن طريق التصوير الموصليه كانوا الابطال من كل المراسلين يعني مقاتلين حقيقيين وابطال حقيقيين واليوم ايضا هي لها دور كبير في عمليه توعيه الناس في يعني عمليه الانتخابات وكذلك رصد المخالفات التي تكون من بعض الجهات الامنيه او حتى الاداريه اللي موجوده يعني نعتقد بانه هذه المؤسسه هي مؤسسه تصلح بان تكون لاهل الموصل هي القناه التي تمثل اهل الموصل وباهل نينوى